السبعي قناة شوف تي في رسالة. مرحبا بكم، أنا في البث المباشر مدينة تطوان، أهلا وسهلا ومرحبا. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن ظهور 484 حالة مؤكدة في طونسيون، ردوا البال، الوفيات كترتفع، 11 حالة وفاة. ها اللي ما بغيناش الإخوان، 11 حالة وفاة، لاحظوا الأرقام ديال الوفيات بدات كترتفع يا ربي السلامة. إذا تطوان الحمر والبيضاء كتسجل 4 ديال الحالات مؤكدة وصفر حالة وفاة. على المستوى الوطني ردوا البال الله يخليكم، 11 حالة وفاة، هادشي راه تيخلع. ما بغيناش نبقاو نرددوا هاد المصطلحات، لأن استبشرنا خيرا بالتراجع ديال الوفيات والمصابين، ولكن الآن 11 حالة وفاة رقم كبير. إذا الأرقام بدات كترتفع وكورونا مازال تقتل. إذا من تطوان مرحبا بكل المتابعين الأوفياء، نتمنى وتردوا البال، الله يخليكم، الحاضر يعلم ما الغائب. 11 حالة وفاة يا ربي السلامة رقم كبير. استبشرنا خيرا بجوج ديال الوفيات، 3 1 2 3، ولكن ملي ارتفعت ال 11 وفصل الصيف بدا وعيد الأضحى على الأبواب ما بغيناش نوصلوا للأرقام، طبعا مع تزامن مع مرحبا بالجالية المغربية، ولكن ما بغيناش الأرقام تزيد ترتفع الله يخليكم. 11 وفاة رقم كبير بصراحة في هذا الوقت اللي وصلنا لأكثر من 17 مليون ديال التلقيح بين الجرعة الأولى والثانية. إذا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن ظهور 484 حالة مؤكدة جديدة، كترفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 528180 حالة مؤكدة، فيما حالة الوفيات للأسف كترتفع بشكل صاروخي ل 11 حالة وفاة، وكترفع العدد الإجمالي إلى 9265. فيما عدد ديال التعافي اليوم 406، كترفع العدد الإجمالي إلى 515030 حالة، وللأسف العدد ديال الحالات الناشطة بدوراتها كترتفع إلى 3885. ردوا البال. غنعطيكم عدد الوفيات على مستوى الجهات، جهات الدار البيضاء تاخذ حصة الأسد 5-4 بالدار البيضاء وحالة بسطات، يعني جهات ديال الدار البيضاء سطات فيها 5 ديال الوفيات. جهات مراكش أسفي حالة وفاة واحدة بقلعة الصرغنة، جهة الرباط سالة القنيطرة 4 ديال الوفيات، حالة بالرباط، حالة عفوا بسالة، وحالة بالصخيرات، وحالتين بقنيطرة. جهة سوس ماسة 0 حالة وفاة، جهة طنجة تطوان الحسيمة حالة وفاة واحدة بالمضيق الفنيدق، جهة العيون السقية الحمراء 0 حالة وفاة، وباقي الجهات كذلك 0 حالة وفاة. جهة فاس مكناس، جهة درعة تفيلال، جهة الشرق، وجهة الدخلة والذهب، وجهة بني ملال الخنيفرة، وجهة قول ميم ودنون. ردوا البال الاخوان، كورونا مازال تقتل، الارقام يا ربي السلامه كترتفع. 11 حاله وفاه رقم ماشي سهل باش نكونوا واضحين، 11 ديال الوفيات رقم كبير الاخوان، ماشي سهل في هذه الظرفيه اللي استبشرنا خيرا متسبعينا بالتراجع ديال عدد المصابين، ولكن ردوا البال. من تطوان الحمراء والبيضاء بالورا بلانكا سجلت 4 ديال الوفيات، 4 ديال الحالات المؤكده عفوا، وصفر حاله وفاه. ردوا البال الله يخليكم، راه با دو كونفيونس، ما كاينش الثقه، كورونا مازالت تقتل. ما كناش كننتظروا الامور ترتفع خاصه في الوفيات، ولكن للاسف الارقام كترتفع. اين الخلل؟ من يتحمل المسؤوليه؟ اذا ما خصناش نتفاجئوا بشي قرار اخر ديال الحكومه، وانتم كتعرفوا القرارات اللي تفاجأنا بهم وعشناهم امس عفوا في السنه الماضيه، انتم سمعتوا وشفتوا البلاغ كيخرج في 6 كيشدوا الطريق في 10 الليل. ما بغيناش شي بلاغ ارتجالي، شي بلاغ اللي ممكن يهرب لك الحسابات. الله يخليكم، ردوا البال، كورونا مازال تقتل. اذا الحافظ الله، استر الله، الله يحفظ، طلبوا الله الناس تاخذ الامور في يديها وبروح المسؤوليه. اذا هذه الاجواء ديال تطوان المتسبين، احنا في الايام الاولى ديال فصل الصيف بغينا الحركه تنتعش، الحركه الاقتصاديه والسياحيه، ويدخلوا طبعا الافراد الجاليه المغربيه مرحبا بهم اكيد على الكبير بعد التعليمات الملكيه، وتنتعش الحركه السياحيه والشقق ديال الكراء. طبعا الناس اللي عندها الشقق في مرتيل وادلاو، في مرتيل كذلك، وفي جل الشواطئ المغربيه الجميله في ربوع المملكه، ونتمنوا دائما الدعوات ديالكم. وكذلك طبعا تزامنا مع العدد الكبير ديال دخول الجاليه، اصحاب الوكالات ديال كراء السيارات اللي عليهم الطلب، طبعا وكاين اشخاص ذاتيين اللي عندهم سيارات ديال الخواص رفيعه المستوى وجديده والكفر كبير وتيخدموا، يعني تطوال مطار الدار البيضاء، تطوال مطار طنجه، تطوال مطار الناظور، مهم فيما، ونتمنوا ان شاء الله انتعش الحركه. ما عليك الا الو هل تسمعوني؟ إذا نتمناو دائما متسبعين الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم.
دائما مستمرين احنا معكم في هذه الدردشه حصيله اليوم. نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، ونتمنوا دائما مزيد من الحيطه والحضره. نذكركم بالجرعه الاولى سعود ديال 1,765,702 ديال الحالات، والجرعه الثانيه 8 ديال 1,675,529 ديال الحالات. اذا المتسابقه نشوفوا بغينا الدعوه ديالكم نرفع علينا هذا الوباء، بغينا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل وترجع المياه المجاري، هذا هو الاهم. بغينا المواطنين يلتزموا، بغينا نتغلبوا على هذه الجائحه في القريب العاجل وترجع المياه المجاري، هذا هو الاهم. اذا دائما متسابقا شوف تي في احنا معكم في هذه الدردشه، نتمنوا بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه. السؤال اللي مطروح هو ان كورونا راه مازال تقتل، هذا هو الاهم. بغينا الناس تفهم هذه القضيه ان كورونا راه مازال تقتل. اذا من تطوان دائما متسبعينا، تطوان الحمر البيضاء كتسجل 4 ديال الحالات مؤكده وصفر حاله وفاه. بغينا الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياه الطبيعيه، هذا هو الاهم. اذا دائما متسبعينا احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع المدينه، تطوان الحمر البيضاء اللي كتسجل 4 ديال الحالات مؤكده وصفر حاله وفاه. بغينا الدعوات ديالكم، بغينا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، وتنتعاش الحركه الاقتصاديه والسياحيه تزامنا مع منع السفر خارج الوطن، خاصه اسبانيا مع هذه الازمه اللي كتعرفها العلاقتين المغربيتين اسبانيا والمغرب، واكيد من اجل تشجيع السياحه الداخليه. طبعا بغينا هذا الصيف بالفعل فلوس ديالنا يبقاو هنا، فلوس ديال المغرب يبقاو مع خوتنا المغاربه، وتنتعش الحركه السياحيه والاقتصاديه. الشقق الكره موجودين، شقق مفروشه، كل بيت وكراه، كل حاجه والطاقه الاستيعابيه ديالها اللي بغا الصغيره موجوده واللي بغا الكبيره موجوده، والاثمنه في المتناول. ونتمنى تنتعش الحركه السياحيه ان شاء الله، لما لا فلوس ديالنا يبقاو هنا في المغرب، هذا هو الاهم. اذا دائما متسبعي كنشوف تي في احنا معكم في هذه الجوله، تطوان الحمر البيضاء كتسجل 4 ديال الحالات مؤكده وصفر حالة وفاة. نتمنى ترجع المياه لمجاريها في القريب العاجل، هذا هو الأهم. دائما متسبعي كنشوف تي في احنا معكم في هذه الدردشة، نتمنى ترجع المياه لمجاريها. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعادة، أما يلقاكم بخير في مباشر آخر. تحياتي لكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وردوا البال، أحضر راسك، كورونا تقتل. إلى اللقاء.